البداية أتقدم بأحر التعازي لكل العاملين في قناة الجزيرة بعد فقدانهم للشهيد حسن جابر، وأتقدم بالتعازي لكل عائلات الشهداء في تونس، في مصر، في البحرين وفي اليمن، وأحيي الشعب الليبي لصموده أمام الطاغية. كلنا هنا أو أغلبنا نتفق على الدور الذي لعبته الإنترنت في الثورات العربية، ولكن الآن نلاحظ أن أغلب الناس فهموا هذا الدور وأهمية الإنترنت، لذلك صرنا نلاحظ أن قوى الردة صارت تستغل هذه القوة. الآن أدعو جميع الناشطين على الإنترنت في كافة العالم العربي لنتوحد لمقاومة قوى الردة. في الأخير أريد أن أذكر بدور المرأة العربية في كل الثورات. أدعو الشعوب العربية ألا تنسى دور المرأة العربية التي كانت حاضرة في المظاهرات وعلى الإنترنت. شكرا.